تأسست شوكولات من قبل السيد محمد فضل الله وهو رجل أعمال لبناني الأصل مقيم بدبي، بيقوم بتنظيم سنوياً سهرة وحفلات بعود رائعة لجمعيات خيرية معينة. السنة التبرعات رايحة لصندوق بريف هارت، هالصندوق يلي تأسس من 9 سنين لمساعدة الأولاد يلي عندهم مشاكل بالقلب وغير قادرين مادياً بدفع تكاليف الطبابة. هالإيفنت رح يصير ببيروت سوق نهار الجمعة ب2 تشرين الثاني. تنعرف أكثر عن هالإيفنت متابع هالشريط. من بين كل 100 طفل بيخلقوا بلبنان في طفل بيخلق وقلبه مريض، وللأسف يمكن ما يوصل لعمر السنة، وبعد في أهل بلبنان ناطرين وإيدهم على قلبهم عم بيتفرجوا بحرقة وبوجع على طفلهم عم بيصارع الموت ومش قادرين يعملوا شيء لأنه حالتهم المادية صعبة. هيدا مش فيلم سينما، هيدا حقيقة. ما بقى لنا حق نخلي طفل يموت بسبب الفقر، كلنا مسؤولين. بعملية جراحية وحدة انت قادر تخلي قلبه يدق وعلى طول. تبرع هلأ وخلص حياة طفله من الموت. تفاصيل أكثر عن شوكولات وبريف هارت مع أحد مؤسسي بريف هارت السيدة جومان عطلة. مساء الخير، تفضلي. جمانة عطا الله مساء الخير واهلا وسهلا فيك من الاخر. هذا اول تعاون مع شوكولارت. نعم مزبوط. خبرينا شوي اكثر قبل ما نحكي عن شوكولارت، خبرينا اكثر عن بريف هارت. بريف هارت صندوق، صندوق القلب الشجاع او بريف هارت فاند. اسسناه نحن اعضاء من المجتمع المدني، اهالي عايشنا مرض القلب عند الاطفال، عند اولادنا، ولقينا انه في كثير اطفال ما عم بيقدروا يتطببوا لانه يعني امكانيات صعبه كثير والتكاليف بتكون كثير عاليه للعمليات. التكاليف عاليه بالرغم من المساعده من الوزاره ومن الضمان، بس بيضلوا في مبالغ ناقصه. فلقينا انه في اهالي عم بيخسروا اولادهم بس بسبب العوز، ولقينا هيدا الشيء مش ما رح نقبل فيه، مش ممكن نقبله كأهالي. جمعنا بعضنا، أسسنا الصندوق ضمن مركز طب الأطفال بمستشفى الجامعة الأمريكانية، وهالصندوق اليوم موجود لأي طفل محتاج لعملية بقلبه راح تنقذ له حياته. وإذا نحكي أطفال مع مشاكل بالقلب، يعني هون تقريبا من أي عمر لأي عمر، ولا ما بتعرف لأي عمر معقولة يعني بيخلق الولد بمشكلة ولا بتبين مشكلة مع الوقت؟ ممكن يكون في الاحتمالين، بيخلق الولد مع مشكلة اسمه congenital heart disease أو مشاكل القلب الخلقية. هالمشكلة رح تسبب له مشكلة أكبر بحياته، ممكن يوقف قلبه وممكن يكون عنده غير مشاكل. في ولاد عم نعملهم عمليات بيكونوا خلقانين عمرهم نهار، يعني بيخلق تاني يوم على العملية لا تقدر تنقذ له حياته. وفي ولاد ممكن تبين المشكلة معه شوي أكبر على 12 سنة 14 15 حسب. شوكولارت هو إيفنت بيجمع الأرت الفن والشوكولا كمان بنفس الوقت. عن شو هو هيدا الإيفنت على المصمم؟ هيدي سهرة نهار الجمعة ب2 تشرين الثاني بأسواق بيروت مع التعاون مع سوليدار أكيد، وليلة أمسية مميزة رح يكون فيها حفلة، رح يكون فيها فنانين، رح يكون في موسيقى، رح يكون في دي جيز، رح يكون في شوكولا أكيد، أكل، أوبن بار، ليلة سهرة مميزة. بارتي في فحص سكري باخر هالسهره ولا؟ لا بالاول نعم. راشد بحسن رح بلش معك. جمانة رح بسالك عن الشوكو ارت لانه انا فنان. نعم. عادة انا بسمع الفن يا بينشاف معرض الفني يا بينشاف يا بينسمع، بس هذه اول مرة بسمع بمعرض فني بيتاكل. هو حيكون في شيء للاكل يعني، لانه انا بفكر بالحس تبع الاكل يعني، الشوكولا بيرفع المعنويات. حنفوت نشوف وناكل وترتفع معنوياتنا ولا كيف؟ بشكل فريد من نوعه راح يكون اللي كثير يعني مميز انه الفنانين انعطوا الشوكولا والسينما ونقال لهم بتكروا عملوا عمل فريد من نوعه رح ينعرض ليلتها ورح يكون بيعه وريعه بيروح للأطفال،
وفي عندك فنانين، في كتير مفاجآت، في فنانين استعملوا الشوكولا كمادة باللوحة، في فنانين استعملوا ورق الشوكولا، فن بيتاكل يعني، فن بيتاكل ما كله تنورة قصيرة مثلا مرة عملوا سطين من الشوكولا مظبوط. وممكن رح نشوف هيك قصص، ممكن لأنه في 25 مصمم أزياء رح يشارك ليلتها بأفلام، وبكل واحد عامل قطعة كوتور فريده من نوعها للسهره، وهالقطعه ما في غير يعني شخص واحد حيقدر ينال هالقطعه. بس اذا اشترى فستان شوكولا شو بيعمل فيه؟ لا ما ضروري يكون شوكولا، فستان سهره بياكلوا شو بده يعمل؟ ما ضروري يكون، لا 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 حرام، في تطريز وفي فساتين بتطير العقل، والفساتين اللي عاده ما فينا نشتريها ليلتها حنقدر نشتريها، يعني الامكانيه رح يكون مين ما كان بيقدر. هل قديه منتظرين عدد ناس؟ وهل تعملوا ايفنت واحد بالسنه او اكثر؟ وهل هيدا الشيء كافي تيأمن لكم الموارد اللي عايزينها مشان مهمتكم اللي كثير صعبه؟ نحن كبريف هارت فند لا، نحن بنعمل ايفنت هلا كمان جايه قريبا، ماراثون بيروت، بنشارك بماراثون بيروت من زمان، من اول ما تاسس الماراثون. عندنا فريق كبير 2500 عداء بيشاركوا معنا، هذا ايفنت كثير مهم لنا لانه بنسلط الضوء على مشاكل. بس عدد فند ريزنج ايفنتس يعني خلال السنه كلها؟ نعم اكيد، ايفنت واحد ما بيكفي. وايفنت مثل تشوكل ارت الحلو فيه بالنسبه لنا كصندوق انه مش نحن قايمين فيه، قايم فيه غير اشخاص، مو فضل الله وانتجريتي، وراح يعطوا اللي بيطلعوا ليلتها بيتبرعوا فيها للجمعيه. يعطيكم الف عافيه. لولا كادي رح انهي معك. انا بدي اسالك، حيكونوا الاولاد موجودين بهذا الايفنت يلي عندهم مرض القلب؟ لا، لانه بتعرفي انه لانه حلوه المشاركه معهم، يعني حلو الواحد يشوفهم. يعني اولا الولد اللي مريض بقلبه من برا ما بتشوفي شيء، لانه كل فكره انه نساعدهم بعمليات القلب انه وقتها بيعمل العمليه بعدها بيعيش حياه كامله عاديه، ما بتعرفي حتى انه عامل عمليه القلب اذا ما شفتي السيكاتريس. بعدين الاطفال اجمالا، اطفال كثير كثير صغار مثل ما قلت، في اولاد كبار يعني نهار 13 عمرهم شهر. الاكبر كمان يعني هيدي سهره مش للاولاد، هيدي سهره من 8 ل 12 بالليل مع دي جي واوبن بار، سهره في تقريبا أرض. عمليه واحده قد ايه بتكلف؟ يعني هون عم تتخطى ال 100000 دولار عمليه؟ لا ابدا ابدا ابدا، عم نحكي يعني المبالغ بتتراوح بين 2000 3000 دولار لل 10000 15000 اذا الحاله كثير صعبه. يعني اليوم هالمبالغ منا كبيره. في ولاد اليوم كانوا عم بيموتوا بالمستشفى لانه اهلهم ما كان معهم يدفع هال 2000 دولار، ما كان حدا عم يساعدهم؟ اليوم لا، لانه في بريف هارت هيك على هالاساس تاسسنا، في هارت لانه عرفنا مثل الدون دورغان. اليوم بلبنان ما بتصور عندنا بعد ترانسبلانت هارت للاولاد، بس عم نقدر نعمل عمليات بتقنيات كثير كثير مقدمه. اكيد ونحن فخورين بالمستوى الطبي اللي وصلوا له الاطباء اللبنانيين. من الاخر شو بحصل؟ هيدي لجمانة عطلة بريف هارت. نعم. بعدين بقول لك للاكتيفيتي تبعيتك، بس هذه لجمانة عطلها بريف. رولا منصور هيك كمان لك جمانة، وان شاء الله المزيد العنا ليكون هيك حرزين. بعطيكم شكرا. جود لك. تينا كرم. ما فيني اتبرع بقلبي بعطيك اياه دكتور. مشهور قلبي. بدق قوي. مشهور. مين فؤادي؟ جمانة كمان احنا بحاجة لناس مثلكم. شكرا. عن جد ما في واحد بهيك ايام يتقبل انه يموتوا اولاد معهم مرض من جراء العوز المالي بقى. يعطيكم العافية وبون كوراج. ولك هذا. وانا اكيد بدي هنيكم، خاصه انه خسرنا حدا نحن السنه الماضيه بالقلب، عملوا له ترانسبلان وما تقبلوا القلب. بوجه لها تحيه اكيد وين ما كانت، اكيد عم تسمعنا، وهيدي اكيد حتكون هيدا اكيد صوتها حتضمه لصوتي وين ما كانت. انا لكم انا بس بحب اقول انه هالدعم هيدا هو اللي خلينا نساعد فوق ال 1700 ولد من وقت ما تأسسنا كمجتمع مدني جمعية وصندوق، واليوم فوق 350 عملية كل سنة على حساب الصندوق. شكرا لكم كلكم. نعم لكم برافو كثير لكل شيء عم بتقوموا فيه، لكل الحملات اللي كمان عم بتقوموا فيها، واهم شيء لمساعده كل الاطفال. السيده جمانة عطله، شكرا كثير لوجودك معنا، وملتقينا نهار الجمعه ببيروت. شكرا.